الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام أو بعض منازل اليوم الآخر، وتكلمنا على الصراط، وقبل ذلك تكلمنا على تطاير الصحف، وقلنا إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أو الناس ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول الكفار، القسم الثاني المؤمنون. وقلنا إن الكافر يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، والمنافق معه، المنافق على الصحيح مثله مثل الكافر. والمؤمن، قلنا أن هناك فرقا بين المؤمن الفاسق والمؤمن غير الفاسق، أو هناك من فرق بينهما، فقال بعض أهل العلم: المؤمن الفاسق يأخذ كتابه بشماله. وقلنا بأن جمهور أهل العلم وجمهور المفسرين بأن حتى الفاسق يأخذ كتابه بماذا؟ بيمينه. وبعض الإخوة استشكل آية يعني في كتاب الله جل وعلا، الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي آية الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فقال أحد الإخوة، قال: كيف تقول بأن المؤمن الفاسق، الذي إذا قلنا مؤمن فاسق أي أنه يستحق عذاب النار، يعني سيدخل النار بقدر ذنوبه، واضح، لكنه يخرج منها لأنه معه أصل التوحيد. فقال أحد الإخوة، وهذا استشكال وجيه في محله، قال: كيف تقول بأن المؤمن الذي سيعذب في النار يأخذ كتابه بيمينه والله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ومر معنا لما تكلمنا على الحساب أن الحساب اليسير فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه العرض، وأن الله ينظر في صحيفته ويقول له: قد عفونا عنك، ويدخله الجنة بعفوه. فكيف نجمع ما بين هذا بأنه عاصي سيعذب في النار، وبما أن وأنه يدخل في هذه الآية؟ فهمتم الإشكال ولا؟ وهذا الذي حمل من حمل من أهل العلم لأن يقول بأن المؤمن العاصي يأخذ كتابه بشماله، وهذا قول السفاريني في لوامع الأنوار، لكنه قول يعني ليس بقوي، بل هو مخالف لما عليه جمهور أهل العلم كما قال الماوردي رحمه الله تعالى، ومر هذا في الدرس الماضي. والجواب عن هذا، طبعا يا إخوة، استشكال العلم كما يقول الشاطبي في الموافقات، هذا الاستشكال هو الذي ينمي ملكة طالب العلم. ولهذا تكلمنا في الأسبوع الماضي على الصراط، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال لحفصة، قال: لا يدخل أحد من أصحاب البيعة، أي بيعة الرضوان، النار. قالت حفصة: يا رسول الله، الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لو أتممت قراءة الآية لعلمت، لأن الله تعالى قال بعدها: قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالشاهد من هذه القصة، أن من فوائد هذه القصة كما قال أبو العباس القربي في المفهم، قال: من فوائد هذه القصة أن الصحابة كانوا يستشكلون مسائل من العلم، واضح، كما استشكلت عائشة وكما استشكل ابن عمر وغير ذلك. فمثل هذه الاستشكالات مفيدة، ونحن ينبغي أن نربي المسلم عامة وطالب العلم خاصة بأنه لا يستشكل العلم على وجه الاعتراض، كما اعترض إبليس والعياذ بالله. إبليس اعترض وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترض إبليس على حكم الله وأمره له بالسجود لآدم سجود تكريم، اعترض عليه بعقله، فظن بجهله وحسده أن النار أعظم من التراب، وإذا كانت أصل وإذا كان أصل الجن أعظم من أصل الإنس، لا ينبغي لإنسي أن يسجد
التراب. وهذا غلط، لأن الملائكة أصلها من نور، وهو أفضل من هذا ومن هذا، ومع هذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ولهذا قال السلف أول من قاس إبليس، يعني أول من اعتمد قياسا يعارض به النص هو إبليس، إبليس اللعين. الحاصل أن هذا الاستشكال في محله، وينبغي لطالب العلم أن يورد على نفسه مثل هذه الإشكالات أو يريدها على أهل العلم، لكن يسأل سؤال متعلم، لا يسأل سؤال متعنت، ولا يسأل معارضة للنص، وإنما ليسأل ليفهم النص. ولهذا الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن قرأ منكم أجوبة ابن عباس رضي الله عنهما لنافع بن الأزرق الخارجي، قد ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان، وذكرها جماعة ممن كتب في علوم القرآن، تجد علم ابن عباس وتجد جهل نافع بن الأزرق، وهو كان رجلا خارجيا. قال ابن عباس يسأله مجموعة من الأسئلة فاقت الأربعين جلها عن القرآن، وانظر طريقة ابن عباس في جوابه له، تفهم بين العالم وبين استشكال هذا الرجل الجاهل المتعنت وهو نافع بن الأزرق الخارجي الذي تنسب له فرقة الأزارقة. الحاصل أن هذا الاستشكال في محله، والجواب عن هذا الاستشكال يا إخوة من عدة أوجه، وربما عند النظر يكون أكثر، لكن نكتفي بهذه الثلاثة. الجواب الأول أن الآية، وهذا قد أشرت له في الدرس الماضي، أن آية الانشقاق وآية الحاقة في ذكر أصحاب اليمين إنما تكلمت على المؤمن الخالص التقي النقي، ولم تتكلم ولم تتعرض الآية للمؤمن العاصي، فإن الله تعالى تكلم عن المؤمن التقي والكافر الأبي ولم يتكلم عن العاصي، ولهذا تكون مسألة العاصي خارجة عن الآيتين. فهمتم الجواب الأول؟ وهذا جواب جيد، وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة أشارت بهذا الجواب، قالت بأن الآية لم تتكلم عن المؤمن، عن المؤمن العاصي أو الفاسق بكبيرته، ومن هنا نشأ الخلاف. الجواب الثاني أن يقال أن الله تعالى قال فأما من أوتي، ومن هنا موصولة بمعنى الذي، وهي تفيد العموم، وهنا تعلقت بالأشخاص ومعناها عموم الأشخاص. بلغة أخرى أن الله تعالى في قوله فأما من أوتي يدخل فيها كل من أوتي كتابه، وهنا يأتي الإشكال، يعني إذا كان الله تعالى قال كل من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية، وأنه سيحاسب حسابا يسيرا، وأنه سينقلب إلى أهله مسرورا، من هنا يأتي الإشكال. والجواب عن هذا من وجهين، يعني إذا كانت الآية عامة في المؤمن التقي والمؤمن الفاسق فيكون الجواب من جهتين. الجهة الأولى أن المؤمن سيحاسب حساب، المؤمن العاصي سيحاسب حسابا يسيرا باعتبار غيره من الكفار، يعني لا مقارنة يوم القيامة بين ما يقع للمؤمن وما يقع للكافر، وهذه قاعدة كلية فيما يتعلق باليوم الآخر. حتى قال بعض أهل العلم إن النار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي نار الكفار، والتي جاءت في القرآن، لأن ليش؟ لأن هم أهلها الباقون فيها والعياذ بالله. نار الموحدين أهون بكثير وتبقى نار، لكن قالوا بأن المؤمن حسابه يسير باعتبار غيره، لأن المؤمن مهما عصى فإن بينه وبين الكافرين مفاوز عظيمة لا يعلمها إلا الله. هذا الفرق بين المؤمن العاصي والكافر هو فرق بين ماذا؟ فرق ما بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك. يعني يوم القيامة إذا كان شيء يظهر به الفرقان بين الناس هو هذا وهذا. كافر، الله تعالى قال يعني يوم القيامة يحشرون سودا زرقا في أسوأ حال. المؤمن ليس على هذه الحال وإن كان عاصي. إذن الفرق الأول، الجواب الأول، بأن وإن كانت الآية عامة غير أنها نسبية بالنسبة لعذاب الكافر. الوجه الثاني أن المؤمن وإن كان عاصيا فإنه في عيشة راضية وفي جنة عالية باعتبار النهاية لا باعتبار البداية. ما معنى هذا؟ بأن المؤمن هذا العاصي يا إخوة مصيره وين وإن عذب؟ مصيره إلى الجنة، فهو باعتبار المآل في عيشة راضية، لكن باعتبار الحال هو معذب.
واضح الفرق؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليست العبرة بنقص البداية، إنما العبرة بكمال النهاية، انتهى. واللام هنا أيضا بنفس الأمر، يعني ليست العبرة بتكدر الحال، إنما العبرة بصفاء المآل وهو الجنة. فإن أقل درجات أهل الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عظيمة، هذا أقل أهل الجنة دخولا، واضح؟ فما بالكم بغيره، والناس يتفاوتون كما لا يخفى عليكم. إذن هذا القول الثاني. القول الأول بأن المؤمن الفاسق خارج محل ما ذكر في الآيتين. القول الثاني بأنه داخل لكن بالوجهين اللذين ذكرتهما الآن. والثالث وكأنه يجمع بين هذا وهذا، وهو أن يقال إن عندنا آيتين. الآية الأولى آية الحاقة، والآية الثانية آية الانشقاق. آية الحاقة ما الذي ذكر فيها؟ ذكر فيها بأن من أوتي كتابه بيمينه يفرح ويقول مستبشرا هاء مقرأ كتابيه. ذكر بعض أهل العلم قال: إذا نجح الإنسان في اختبار أو أعاد له أستاذ ورقة الامتحان وجد فيها مثلا 20/20 يسرع مباشرة ليريها للناس، صح ولا؟ قالوا: وهذا نظير هذا، لما رأى صحيفته وأنه من أهل اليمين قال: هاء مقرأ كتابي استبشارا. وهذا في الدنيا ممكن وفي الآخرة أعظم. إذن آية الحاقة ذكر الله تعالى فيها أن من أوتي كتابه بيمينه يقول: هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي أيقنت، فهو في عيشة راضية. وعندنا آية الانشقاق: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فيمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال: آية الحاقة ذكرت كل المؤمنين، من كان فيهم عاصيا ومن كان فيهم تقيا. آية الانشقاق خاصة بمن؟ بالمؤمنين الأتقياء الذين يدخلون الجنة بلا عذاب، بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء ينظر في كتابهم ثم يصيرون إلى الجنة. وبهذا نجمع بين الأقوال كلها، بأن نقول بأن المؤمن الفاسق يأخذ كتابه بيمينه أيا كانت حاله، لكن لا تنطبق عليه آية الانشقاق، إنما تنطبق عليه آية الحاقة التي ذكرت من أوصافه الإيمان بالبعث، وهذا متحقق في كل المؤمنين، ودخول الجنة وهذا متحقق في كل المؤمنين، عذبوا أو لا يعذبوا. واضح يا إخوة ولا؟ فهمتم؟ طيب، نسألكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. فهذا الجواب على هذا الإشكال. الأمر الثاني الذي تكلمنا عنه هو الصراط، وقلنا بأن الصراط دحض مزلة تزلق عليه الأقدام، ولا أدري هل ذكرنا أدلته، لكن من أدلته الآية التي ذكرتها: وإن منكم، آية مريم، إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ذكر الطبري أبو جعفر بن جرير وغيره من المفسرين أقوالا عديدة في معنى وإن منكم إلا واردها، على أقوال كثيرة، أشهرها قولان. القول الأول بأن العالم كله والخلق كلهم سيدخلون النار، غير أن المؤمن يدخلها فتكون عليه بردا وسلاما ويخرج، والكافر والمنافق يدخلها ويبقى فيها. والثاني هو أن هذا ليس المقصود به الورود أي الدخول، إنما يراد به المرور على الصراط. قولان هذان هما أشهر الأقوال، وقد حاول الحافظ بن حجر فتح الباري الجمع بينهما، لكن بينهما تعارض لأن فرق بين المرور وبين الدخول، واختار الطبري هذا المرور، اختار القرطبي في التذكرة وفي التفسير الدخول، ومحمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان يختار الدخول، ودلل عليه بكلام عظيم بديع في كتابه أضواء البيان فاق 5 أو 6 صفحات. لكن الأقرب والله أعلم أن المقصود بهذا هو المرور على الصراط، أي أن الكل سيدخل جهنم إما دخولا إلى داخلها أو مروراً من فوقها.
ويستثنى من هذا كما قال بعض أهل العلم الكفار الذين تتخطفهم النار من أرض المحشر مباشرة. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هؤلاء لا يمرون على صراط ولا يقربون الصراط أصلا، مباشرة يوضعون في النار، لكن هذا خصوص من العموم. واضح الأمر؟ ولو لاحظتم يا إخوة كم خلاف حكوته لكم في هذه المسألة. سبب هذا ماذا؟ سبب هذا أن مسائل الدار الآخرة ليس مبناها على القياس العقلي، إنما مبناها على النصوص، والنصوص قد ينظر إليها هذا من جهة وهذا من جهة. واضح؟ الأمر الثاني أن الناس يوم القيامة طوائف كثيرة وأنواع كثيرة، ولهذا جاءت آيات تقول بأنهم يتكلموا، وآيات بأنهم لا يتكلموا، بآيات بأنهم يتجادلون، وآيات بأنهم لا يتجادلون، في آيات أنهم لا يخفون الله شيئا، وفي آيات بأنهم يحاولون الكذب. والجمع بين هذا هو الذي أحدث هذا الخلاف، وسببه كما قال القرطبي في كلام له حسن في التذكرة، يقول بأن السبب أن الآية هذه تنطبق على موضع من أرض المحشر لا تنطبق على الموضع الآخر، وهذه تنطبق على طائفة ولا تنطبق على طائفة أخرى، فاختلاف الأحوال يكون باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأمم. فهمتم؟ ولهذا أحيانا يصعب الجمع. ليش؟ لأنك لا تتكلم على موضع واحد في شخص واحد في مكان واحد وزمان واحد، وإنما تختلف أحوال الناس يوم القيامة إلى كما قال في آية الجن: كنا طرائق قددا. الناس يوم القيامة يختلفون اختلافا عظيما. ليش يختلفون؟ لأنهم في الدنيا كانوا مختلفين. في الدنيا الناس أحوال كثيرة، بين كفر وإيمان، وأهل الكفر دركات وأهل الإيمان درجات. واضح؟ ولهذا الجنة فيها درجات والنار فيها دركات والمحشر فيه أحوال وصفات عجيبة. واضح الأمر؟ وهذا الذي يسبب نوعا من الخلاف في هذه المسألة. لكن الذي يعنينا هو تقريب مسائل اليوم الآخر على سبيل فهمها وإدراكها من أجل العمل، لا نفتش عنها من أجل معرفتها والتندر بها. لأن بعض الناس يتندر بهذه المسائل: حدثنا عن كذا وحدثنا عن كذا. لم يكن السلف ولا الصحابة ولا الأنبياء يتندرون بهذا، إنما القلوب الحية هي التي تخاف، لأن الله جل وعلا وصف ذلك اليوم بأنه كان على الكافرين عسيرا، وعلى المؤمن وإن سهله الله جل وعلا ففيه من العسر ما لا يعلمه إلا الله تعالى. كما نتكلم على الموت نقول بأن المؤمن تخرج روحه كما يخرج الماء من فيه السقاء، لكن لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للموت لسكرات. يعني أيكم ستكون موته أيسر من موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يزعمه. ولهذا من تأمل أحوال الصالحين حين موتهم، وقد دون هذا في كتاب الموت والاحتضار لابن بالدنيا، وفي كتاب منهاج القاصدين، وغيرها ممن كتب في هذا الأمر، والشيخ عبد الرحمن خليف التونسي رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه مشاهد الموت حسن، ذكر فيه هذه الأحوال. والشاهد بأن الناس يختلفون، والموت يبقى موتا، والآخرة آخرة، والقبر قبر، والضمة ضمة. فلهذا نحن نتكلم على هذه الأمور حتى يعيش المرء بين أمرين طالما تحدثنا عنهما، وهما الخوف والرجاء. خف من ربك واعلم أنك قادم على أمر عظيم لا يعلم قدره إلا الله، فلا تستهن بما ينتظرك. والأمر الثاني: أرجو رحمة ربك، فإن معك الأمر الأعظم والشيء الأكبر، وهو أنك موحد الله لا تشرك به شيئا. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كلام حسن له، يقول: لو شاء أن تصل جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. فإن الذي يلهمه الله جل وعلا التوحيد هو الذي أراد منه أن يجاوره في الجنة، والذي لم يوفقه الله تعالى لأن يتعلم التوحيد كره الله جل وعلا انبعاثه فثبطه، فكان من المخذولين في النار والعياذ بالله. أما المؤمن العاصي وإن كان عاصيا فإنه لا شك أن مصيره إلى الجنة. لكن هذا نسمع أحيانا نغمات من الجهال يقول: نحن من أمة محمد ونحن أهل السنة
وإن عذبنا فإن مصيرنا إلى الجنة. أنا أتعجب من إنسان قرأ القرآن والسنة ووقف على أوصاف النار، وكيف تحدث الله جل وعلا على منظر النار فضلا عن مخبر النار ويقول مثل هذا الكلام. يعني أنت الآن في الدنيا لو قيل لك ستنال الرتبة العالية في عملك بصبر أن تدخل هذا البيت الذي فيه نار، هل ستقول المهيد أن أصل إلى ما أريد وأدخل وأخرج؟ يفعله واحد؟ لا أظن عاقلا يفعله، واضح؟ ولهذا ينبغي للمؤمن أن يطلب من ربه في الصباح والمساء في كل سجود أن يعافيه، وأن يطلب من الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، فإن خير العيش بالعافية. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو بأن الله بأن يعطيه الله الصبر قال إذا سألتم الصبر فقد سألتم البلاء، ولكن ما أعطي إنسان عطاء أعظم من العافية. أطلب من ربك أن يعافيك في الدنيا وأن يعافيك في الدين. ولهذا من الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، بعدها ماذا قال؟ في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، الحديث في النساء بسند صحيح، واضح؟ فالمقصود هنا تطلب لكن لا تتعرض إلى البلاء وغير ذلك. إذن تكلمنا على هذه المسائل وكررنا وزدنا عليها ما كان فيه من نقص الأسبوع الماضي. نتكلم بعدها كما وعدناكم على ترتيب هذا الكلام كله، فإن الكلام طال، وإذا طال الكلام أنسى آخره أوله. ونحن سنعود إلى كل ما تكلمنا عليه بإذن الله تعالى ونرتب الكلام. فنقول تكلمنا على الموت وحقيقته، ثم تكلمنا بأن العبد إذا دخل قبره، بل نعم عندنا ضمة ثم سؤال ثم عذاب أو نعيم ثم قيام، وقلنا بأن الصورة ينفخ فيه كم من نفخة؟ مرتين على الصحيح، نفخة فزع تنتهي بصعق ثم بعدها نفخة البعث. إذا جاءت نفخة الصعق عفوا الفزع وبعدها نفخة الصعق، بعدها يتغير العالم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وغير ذلك من الآيات، تغير الكون، وبعضهم يعبر عنه بلفظ الدمار الشامل الذي يكون في الكون، هذا يكون بعد النفخة الأولى. واختلفوا، بعضهم يقول هو مع نفخة الفزع، أي أن الناس إذا فزعوا بدأ العالم يتغير، وبعضهم قال لا، إذا صعقوا تغير العالم بين النفختين، والله أعلم بالصواب. بين النفختين تكلمنا بأن المدة 40، أن المدة 40، وسكت أبو هريرة عن مدة هذه 40. ثم بعدها قلنا بأن الله يرسل مطرا وتنبت منه الأجساد، يطر هذا المطر 40 يوما ثم يقوم الناس لرب العالمين. بعدها يقوم الناس، وإذا قاموا ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا ذكرناه وفصلناه في دروس مضت، وحينها يشتد بهم الكرب ويعظم معهم الظمأ والتعب والخوف والوجل. ثم بعدها ترفع، على أحد الأقوال يرفع حينها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته، يقول وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وقد ونؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعله غياثا لأمته. ما معنى غياثا لأمته؟ أي أن الأمة تغاث بذلك الحوض. ليش تغاث؟ لأن العطش شديد، وذكرنا لكم بأن الصحيح بأن الحوض وين يكون؟ يكون قبل الصراط، بل هو قبل الميزان، بل هو في أرض المحشر في أولها، لأن المناسبة تكون له هناك. فحينها يرفع حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويرده كل من لم يبدل، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا الإحداث حدث أكبر بالردة والعياذ بالله، وهؤلاء يذادون عنه ولا يشربون البتة. والثاني هو حدث أصغر يكون بأمرين، الأمر الأول بالبدع، والأمر الثاني يكون بالكبائر والظلم والجور، فكل هؤلاء داخلون في الذود والإبعاد عن الحوض. يبقى الناس في أرض المحشر 50,000
سنة، ثم كما قلت لكم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الناس ويستشفعون بالأنبياء. قد يكون هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، الله أعلم. على كل هذا أحد الترتيبات التي ذكرها أهل العلم. فحينها يستشفعون فيذهبون إلى الأنبياء في حديث الشفاعة العظمى، حتى ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي المقام المحمود الذي ذكر في القرآن وذكر في السنة. مما فاتني التنبيه عليه، ولكن سأمر عليه بسرعة الآن، بأن حديث الشفاعة العظمى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيني الناس فأسجد عند العرش وأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. فجاء في روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقال لي يا محمد أدخل من أمتك 50,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويدخل أقواما من أمته الجنة. والاستشكال الذي استشكله أهل العلم من القديم وهو محله الكلام الآن على أحاديث الشفاعة العظمى، وفي آخر الحديث لم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق بأن يحاسبهم الله، مع العلم أن سبب الشفاعة الأصلي هو حتى يحاسب الله الخلائق لأنهم مكثوا في أرض المحشر لا يدرون إلى أين هم صائرون، حتى قالوا نذهب نستشفع بالأنبياء. والجواب عن هذا الإشكال باختصار، وقد أجاب عنه جماعة من أهل العلم كابن كثير في النهاية، وعنه تلميذه ابن أبي العز في شرح الطحاوية، والحافظ ابن حجر فتح الباري في آخرين، بأن اختصار الروايات هذا مسلك متبع عند السلف، فهم اختصروا الرواية وهذا الاختصار موجود. الثاني وهو مرتبط بالأول، بأن ما البدعة التي ظهرت في أول الإسلام؟ بدعة التكفير والغلو في التكفير من الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة حتى يؤيدوا مذهبهم كفروا بالكبيرة، ثم جاءوا وعطلوا الشفاعة التي تخرج صاحب الكبيرة، لأن البدع كما يقول البربهاري في شرح السنة تبدأ صغارا وتنتهي كبارا. فهم بدأوا ببدعة، لكن حتى يصدقوا تلك البدعة جاءوا ببدعة أخرى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واضح؟ وهذا الباطل. الله تعالى قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالأمر الأول سبب الثاني، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والعكس كذلك، والذين اهتدوا زادهم هدى. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والأدلة على هذا كما يقول ابن القيم في الكتاب والسنة كثيرة بالمئات، وهي أن الجزاء من جنس العمل، وأن عاقبة الحسن الحسنة بعدها وعاقبة السيئة السيئة بعدها والعياذ بالله. إذن سبب ذلك أن الخوارج كفروا المسلمين وحكموا على الكافر على المؤمن صاحب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار. فالسلف لما رووا هذا الحديث ذكروا في آخره ما يرد به على أصحاب التكفير، وأنهم ذكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إما في 70,000 وهذه واضحة، أو أنه شفاعته في الكبائر أصحاب الكبائر من أمته. فيكون أول الحديث متعلقا بالشفاعة العظمى وآخر الحديث متعلقا بالشفاعة التي هي في أهل الكبائر. والأمر الثالث وهو مرتبط بالوجه الأول بأن جاءت روايات صريحة بأن النبي ذكرها أهل العلم، ومنها ما هو في الصحيح كما قال القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى في إكمال المعلم بشرح مسلم، قال جاءت روايات صحيحة لكن الرواة اختصروها. وفي هذه الروايات شفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق ثم شفع في أمته، وعلى هذا يكون الأمر متسقا ولا إشكال فيه. قبل أن نمر إلى المرحلة التي بعدها، إذا تكلمنا يا إخوة على عقيدة الخوارج، بعض الناس يقول، وهذا قاله بعض المفتونين، قال أنتم تتكلمون على عقيدة المعتزلة والمعتزلة انقرضوا، وتتكلمون على عقيدة الخوارج والخوارج انقرضوا، وقالوا أنتم عديتم حياتكم كلها في القرآن مخلوق غير مخلوق الشفاعة غير الشفاعة، ضيعتم أوقاتكم. قاله أحد المفتونين وأتباعه كثيرون. والجواب عن هذا الجهل المركب بأنه ما من باطل
وجد قبلنا إلا وهو موجود عندنا وسيبقى موجودا، لأن أهل الباطل يتوارثون باطلهم ورأسهم الأول هو إبليس، لأحتنكن ذريته إلا قليل. فهؤلاء ممن أصابهم إبليس، لكن تبقى الباطل متوارث جيلا بعد جيل. ولهذا من ظن أن الله تعالى قص علينا قصة عاد وثمود وقصة إبليس وقصة بني إسرائيل وغير ذلك من الأمور وقارون وهامان قصه علينا فقط من أجل التسلي، فهذا لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. بل ما قص الله علينا هذا إلا أن هذا موجود في أمتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فما من باطل وجد في القديم إلا وهو موجود، لكن قد يزيد وقد ينقص، قد يظهر وقد يخفى، هذا يختلف بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص. واضح يا إخوة؟ إذن دين الخوارج موجود، وليس موجود إلا في الجماعات التكفيرية التفجيرية التي تعلمونها، لا، بل هو موجود عند عقيدة الإباضية. الإباضية موجودين عندنا في تونس، في شربة، الذين يسمون خماس أو مخامس هكذا، يعني على أساس أنه مذهب خامس، واضح؟ المذهب الأربع ومذهب خامس موجودين في الجزائر بكثرة، عندكم أظن في مزاب هكذا، إيه موجودين كثير. ثم عندهم دولة وهي دولة عمان، دولة عمان مذهبها الأصلي مذهب إباضي معروف، واضح؟ طبعا هم ليسوا دمويين، لا لا، وليس قتال ولا أبدا، ونحن نعيش معهم، لكن هذه البدع موجودة. وقد حدثت بعضهم فقال لي: شارب الخمر عندنا لا يخرج من النار. وقلت له: هل تؤمن برؤية الله يوم القيامة؟ قال: لا. هذا واقع، فهذا كتبت الكتب في عقائد الإباضية. ثم إذا تكلمنا على عقيدة المعتزلة، الشيعة الآن عقيدتهم ما هي؟ هي عقيدة المعتزلة في هذه الأمور، حذو القذة بالقذة، إلا في مسائل الصحابة وهذا باب آخر، فهم أشد شرا. أما في الباقي هم على طريقة المعتزلة في الأسماء والصفات وفيما يتعلق بالغيبيات وغير ذلك. فكل تلك البدع التي نتكلم عنها، لا نتكلم عن قوم كانوا فبانوا، بل نتكلم على أقوام كانوا وورثوا وفرخوا عندنا، واضح الأمر؟ فليس هذا من نافلة القول. وقلت لكم أنا عن نفسي ناقشت بعضهم فقال لي هذه الأمور، وما كنت أصدق بأن هناك من ينكر، ممن ينتسب للمسلمين ويصلي خمس مرات رؤية الله، وقال لي شارب الخمر إذا مات على شرب الخمر قال لي لا يخرج من النار البتة. هذه عقيدة خوارج ولا؟ هي نفسها، ليش نسمي الأمور بغير مسمياتها؟ إذن السلف ردوا، بيّنوا أنهم رووا هذا الحديث وأرادوا به الرد على الخوارج، أغلق هذا القوس. بعد مسألة الشفاعة العظمى يكون العرض والحساب، وقلنا لكم العرض عام والحساب فيه تخصيص. قال تعالى: يومئذ تعرضون. قال تعالى: وعرضوا على ربك. هذا عرض عام، الكل يعرض على الله. ثم الحساب، الحساب منه حساب عسير ومنه حساب يسير، ومنه من لا يحاسب أصلا. أما الذي لا يحاسب أصلا فهم 50,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاث حثيات من حثيات ربي، أي أن الله يزيد عليهم ما شاء من خلقه برحمته وعفوه سبحانه. وهناك من يحاسب حسابا عسيرا وهو المؤمن الفاسق، وهناك من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض بالمعنى الخاص. والكفار ذكرنا لكم الخلاف في هل هم يحاسبون أو لا يحاسبون، مع إيقانك دائما بأن الكافر يحاسب أو لا يحاسب، توزن أعماله أو لا توزن أعماله. ليس المراد بهذا أن يدخل نعيما وأن ينجو من النار، لا، المراد بيان تفاوت الكفار في العذاب وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها أبدا، واضح؟ الأمر الآخر الذي يكون بعده، بل هو قبله، وهو تناول الصحف. وإحنا قلنا لكم في الدرس الماضي أن الآية قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيكون
تناول الصحف مقارنا للحساب، يعني معه أو قبيله، فيكون عندنا تطاير الصحف والناس كما ذكرت لكم بين آخذ كتابه بيمينه وهم المتقون والمؤمنون إجمالا، ومن آخذ كتابه بشماله وراء ظهره. وهذا يدل على ما مع ما ذكرنا لكم من الأحوال في الدرس الماضي، بأنه لا يرغب في أخذه لكنه يأخذه. لما جاءك الدين في الدنيا رفضته، في الآخرة تريد أن ترفض كتابك، لكن حق القول مني، انتهى. الأمر الآخر الذي يكون بعد ذلك هو الميزان. احنا الآن يا إخوة نلخص لكم ما ذكرنا. الميزان، فيوزن العمل وصحائف العمل وصاحب العمل على الخلاف الذي ذكرته لكم في الدروس التي مضت، لكن الكل يوزن، أو مرة هذا يوزن أو هذا يوزن، على كل الأدلة جاءت بوزن كل هذا. والميزان ليبين حقيقة وزن الإنسان عند ربه، فمن كان للدين في قلبه وزن كان يوم القيامة وزنه عظيما، ومن لم يراعي لدين الله وزنا لم يكن له عند الله جل وعلا وزن، قال تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. فمن ثقل هنا بالإيمان ثقل هناك، ومن خف هنا خف هناك، جزاء وفاقا. الميزان يا إخوة قلنا بأن له كم عند له بأن له كفتين ولسانا، كفة للحسنات وكفة للسيئات، واللسان يبين رجحان هذا من هذا. من زادت سيئاته على حسناته دخل النار أو استوجب دخول النار، واحد. من زادت حسناته على سيئاته دخل حتما الجنة. من استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. ولا تخفى عليكم صورة الأعراف، وصورة الأعراف وهي من السبع الطوال فيها بيانها الأمر. والأعراف جمع عرف، وهو المكان العالي، وهو مكان عال بين الجنة والنار، صور يطل عليه من كان فوقه وهم أهل الأعراف، رأوا أصحاب الجنة ورأوا أصحاب النار. ولهذا إذا رأوا هؤلاء تمنوا مكانهم، وإذا رأوا الآخرين قالوا نعوذ بالله من حالهم، كما في آيات الأعراف. ثم يدخلهم الله جل وعلا الجنة برحمته، قال تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. فأهل الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وإذا قلت هذا فهذا اختصار، وإلا الأقوال فيها كثيرة بلغت العشرين أو نحو من هذا، والذي جاء عن جماعة من السلف هو هذا، كحذيفة وابن عباس وابن مسعود وغيره، قالوا أصحاب الأعراف قوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم فمكثوا، لأن عندهم من الحسنات ما يمنعهم دخول النار، وعندهم من السيئات ما يمنعهم دخول الجنة. فإذا استوت هذه بهذه كتب الله عنده في كتاب عنده في العرش أو فوق العرش إن رحمتي سبقت أو سبقت عذابي. إذن لما استوى هذا وهذا كانت الرحمة، فأدخلهم الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده الجنة. هذا ما يكون. ثم الصراط، والصراط تكلمنا عنه في الدرس الماضي وتكلمنا عن بعضه في هذا في أول هذا الدرس. يجاوز الناس الصراط على قدر أعمالهم، وقلت لكم بأن منهم من يجاوز بلا ضرر، ومنهم من يجاوز الصراط مع تأذن، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها بقدر ذنوبه، ومنهم لا يصل الصراط أصلا كالمنافقين والكفار. فيجاوز المؤمن الصراط علم بأنه حتما سيكون من أهل الجنة، لكن بعد ذلك تكون قنطرة ينقى فيها المؤمنون. وقبل ذلك يا إخوة، إذا جاوز المؤمنون الميزان ضربت هنا ظلمة، واضح؟ جاء على أرض المحشر ظلمة، وحينها لا يبصر الناس طريق الصراط، فمن لم يجعل الله له نورا ما له من نور،
أو فما له من نور. فمن لم يجعل الله له نورا من أعماله كما جاء في حديث صحيح مسلم قال تقسم الأنوار، فمنهم من يكون له النور الكبير ومنهم من يكون له أقل من ذلك. وفي السنن من حديث إما بريدة وأبي برزة نسيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. شوف لما خرج في الظلمات في الدنيا جاءه النور في ظلمات يوم القيامة. ودائما قارنوا ما بين أحوال الدنيا وحال الآخرة، لأن الآخرة مرآة للدنيا، هي أنت ما تصنعه هنا ستجده هناك. فقال أهل العلم تضرب الظلمة، وحينها المؤمن ولو كان نوره قليلا سيهتدي حتما إلى الصراط. الكافر والمنافق في ظلمة، الكافر يسقط في النار مباشرة، وأما المنافق فإنه يضيء له نور ويطفأ هذا النور. ليش؟ لأنه في الدنيا كان يخادع الناس ولا يوهم بأن معه النور، وكذاب ليس معه إلا الظلمة. وكذلك يوم القيامة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا في أول البقرة، ويبقى متذبذبا حتى يسقط والعياذ بالله في النار ولا يهتدي. ثم ينقسم بعدها الناس أزواجا، وهذا قبلها عفوا ينقسم الناس أزواجا لكن هذا لا نفصله. إذن قلنا الصراط وبعدها يمر المؤمنون، لا يجاوز الصراط إلا مؤمن، واضح؟ ثم بعد ذلك ينتهي الناس إلى عرصات الجنة. وقلنا لكم ما معنى العرصات يا إخوة؟ جمع عرصة، والمقصود بها الساحات الواسعة. وحينها يقوم المؤمنون على قنطرة، هذه القنطرة غير قنطرة الصراط، الصراط جسر على متن جهنم، القنطرة هذه قنطرة تجعلهم يصلون إلى الجنة. وهذه القنطرة يقف عندها المؤمنون حتى ينقوا من الغل وما بينهم من أمور. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يدخل المؤمنون الجنة وفي قلب أحدهم على أخيه نوع غل، لا يمكن. قال جل وعلا إخوانا على سرر متقابلين، فلا يمكن أن يتقابلوا في الأسرة ولم تتقابل القلوب قبل ذلك كما قال أهل التفسير. فحينها يقفون في ذلك المكان. هذا هنا فيه قصاص، فعندنا هنا قصاص يقتص الله من هذا لهذا، لكن فرق كبير بين القصاص الذي يكون في أرض المحشر قبل الصراط وبين القصاص الذي يكون على القنطرة قبل دخول الجنة. والفرق بينهما من عدة وجوه. الوجه الأول أن القصاص الأول قد يعقبه دخول إلى النار، هذا أبداً صاحبه داخل الجنة أصلاً على أبواب الجنة. الفرق الثاني أن الأول قبل الصراط والثاني بعد الصراط. الأول عام للخلق مؤمنهم وكافرهم، الثاني إلا للمؤمنين. الرابع أن الأول لأداء الحقوق واستخلاصها، والثاني للتهذيب والتنقية، فيكون الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. واضح؟ إلى وجوه أخرى. إذن عندنا هنا فرق بين القصاص الأول والقصاص الثاني. ثم أول من يطرق باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل بعده فقراء المهاجرين، ثم الأغنياء. وتأخر الأغنياء ليس لأن الغنى شر، لا، يتأخر الأغنياء لأنهم يحاسبون عن كل درهم من أين أتوا به وفيما أنفقوه. فإذا كان من الحل وأنفق فيما يرضي الله كانوا من أصحاب الدرجات العلى. واضح؟ ولا من الصحابة من كان غنيا، سليمان عليه السلام ملك النبي. واضح؟ فالغنى بالمال شيء والزهد والدار الآخرة شيء آخر. فقد تجد فقيرا متكبرا متمسكا بالدنيا، وقد تجد غنيا هو من أزهد الناس. ليش؟ لأن الزهد كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. عندك مال ولا ليس عندك مال؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقد تجد من فقراء الناس من هو جبار والعياذ بالله، وفي الحديث وعائل مستكبر، فعنده كبر لكنه فقير، فهذا لو كان غني ماذا سيفعل؟ إذن
دخول الأغنياء بعد الفقراء لكثرة الحساب لا للزوم العذاب، ولهذا لو أصابوا ووفقوا فإنهم من أصحاب الدرجات العلى. وقد اختلف أهل العلم في المفاضلة ما بين الفقير الصابر والغني الشاكر، خلاف قديم معروف. خلاصته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا القول يفض النزاع. الأتقى هو الأولى إن كان غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، لأن المفاضلة عند الله جل وعلا إنما تكون بالتقوى، وحينها يدخلون الجنة. ونحن تكلمنا على طريق أهل الجنة، وإلا أهل النار قد دخلوها قبل ذلك إن شاء الله تعالى. كنت أود أن نتكلم على نعيم الجنة وما أعد الله والعياذ بالله للكفار في النار في هذا الدرس، لكن ضاق الوقت، فنكمل ذلك في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.